محادث القادة السمراء رهين بقدرتها على تعبئة الموارد اللازمة الوطنية على وجه الخصوص من أجل النهوض بمسلسل التنمية بها. هذا ما خلص إليه المشاركون في أعمال الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا الذي اختتم أشغاله أمس الخميس بمراكش. وهذا المنتدى حول التنمية في إفريقيا في إطار تعاون مع الأمم المتحدة للجنة الاقتصادية يؤكد مرة أخرى الدور المحوري والمكانة المركزية للمغرب داخل إفريقيا، من حيث أنه قادر على تعبئة حول إفريقيا، تعبئة من أجل التنمية، تعبئة من أجل التطور من إفريقيا. توصية الملتقى شددت كذلك على الدور المحوري الذي يطلع به التعاون جنوب جنوب في النهوض بالتنمية الداخلية لإفريقيا. كذلك التعبئة ديال القطاع الخاص والدور ديال القطاع الخاص في التنمية داخل إفريقيا، وهذا جديد بحكم أن القطاع الخاص بدأ يعرف التطور في بعض الدول الإفريقية. والجانب الثاني وهو التعاون الجهوي، التعاون جنوب جنوب، وهنا لا بد من التذكير بالدور ديال المغرب والمكانة ديال المغرب في التعاون جنوب جنوب، التعاون الحقيقي، التعاون المبني على تبادل المنافع، التعاون المبني على التنمية المتبادلة. وللتذكير فقد ناقش الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا الذي سجل حضور شخصيات بارزة من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال وخبراء جمعويون عدة مواضيع بما في ذلك التدفقات المالية غير المشروعة، الرأسمال الخاص، والأشكال الجديدة للشراكة وتمويل التغيرات المناخية.